من اهل دبي طبعا انا كنت طرف في في العرض. لا في اللعب في الواقعه يعني عاصرتها، وكان لي فيها يعني موقف. انا لقيته واقف عند السلم اللي بيطلع الدور الثاني ده في الكلاب هاوس، ومحتار ومتجاهل، متعارف الكابتن خطيب اما يقلق تبان عليه جدا. ايوه فقلت له ايه خير واقف كده، مالك في حاجه؟ قال لي انا كويس اني لقيتك، ما عايز اخد راي اي حد يعني. قلت له في ايه بس؟ قال لي انا جاي لي عرض احتراف، ها، وهاخد 50,000 جنيه. اوه 50,000 جنيه كان مرعبه. عايز اقول لك كابتن حسن شحاته تعثرت عمليه نقله قبليها بسنه للاهلي عشان 4,000 جنيه وده كان رقم كبير وقتها. كابتن صالح قال اجيبهم منين؟ اه كان في المهم يعني كان افضل لاعب في اسيا، ايوه وكان في بيلعب في الكويت. فقلت له طيب وانت عايز ايه؟ قال لي انا مش عارف، انا محتار. انا كنت سايب الكابتن صالح في الصالون اللي تحت. قلت له بقول لك ايه، ما تروح تسال الكابتن صالح، ما انت تثق فيه. قال لي طبعا. قلت له خطيب حسن شحاته. حاجه قمم الاثنين رائعه في الخلق والمستوى الموهبه. راجل حسن شحاته ده قصه يعني. كابتن حسن شحاته فراح ربع ساعه ورجع قال لي انا صرفت نصر. قلت له يعني؟ قال لي الكابتن صالح قال لي كلمه كويسه جدا، قال لي انت لسه بتبتدي، ما وصلتش لاعلى مراحل نضجك. الاحتراف يا تروح اوروبا، عشان اذا كنت عايز تستفيد فنيا، عايز تستفيد ماديا، لا استنى بعد كده يجي لك مبالغ اكبر، وتكون هنا خدت الشعبيه اللي تستحقها وحققت البطولات اللي تستحقها. فقال انا مش مسافر. فلما جه العرض بتاع بايرن ميونخ، كان هو بقى بدا يستمتع بنجاحه وبشعبيته، ويعني بقول لك يعني انا مره رجله اتجبست، فكان بيمشي بعكاز. هو كان ساكن جنبي في انا في ساكن في الشا هو في شارع نوال، وانا قبليه بشارعين يعني. فالمهم باجي النادي كده، فلقيته دخل معايا، بس كان بالعكاز يعني. ولقيته بقى عينيه مدمعه، ايه يا كابتن في ايه؟ قال لي بص انا حصل لي حاجه مش قادر، جسمي بقى اشعر من ساعتها. قلت له ايه؟ قال لي وانا واقف في الشارع، بعدي الشارع لقيت واحد جاي وراح موطي بايس الجبس. يا ريتني كنت انا يا كابتن، يا ريتني كنت انا يا كابتن، ويعيط. انا مش عارف الناس دي الواحد يعمل ايه عشان انا مش عارف الم نفسي من ساعتها. فهو كان حاله طبعا عند جماهير الاهلي، والحقيقه كاد ان يذهب الى الاسماعيلي. تعرف القصه دي؟ تومسون قال لهم لا، اذا كان اللعيب ده جاي له الناديين من حقه يختار. وتومسون اللي ساله تيجي الاسماعيلي ولا تروح الاهلي؟ قال له كابتن انا عايز اروح الاهلي. قال لهم ما حدش يتكلم في الموضوع. وجه